حناجر الإيرانيين لا تمل، ولا شيء هنا يعلو تلك الشعارات المناهضة للنظام الإيراني التي يصدح بها هؤلاء المحتجون الغاضبون. على مدى السنوات الماضية عرفت إيران احتجاجات كثيرة مناهضة للنظام، لكنها سرعان ما كانت تخبو. أما هذه فتبدو مختلفة تماما من ناحية انتشارها ومطالبها، فهي آخذة في التوسع يوما بعد يوم رغم تفنن السلطات في احتوائها بكل الأساليب. أما مطالب المحتجين فليست ضد الفساد وارتفاع الأسعار والبطالة فحسب، بل أخذت بعدا سياسيا، وبات المتظاهرون يطالبون بإسقاط رموز نظام الملالي وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي. زادت حدة الاحتجاجات قبيل إعادة الولايات المتحدة فرض الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران، وستشمل العقوبات تصدير النفط والتجارة الخارجية، خاصة ما تعلق منها بالذهب والمعادن النفيسة وبرامج الكمبيوتر المرتبطة بالصناعات، وتستعد الكثير من الشركات الأجنبية لمغادرة البلاد. هذه العقوبات ستزيد من حجم الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتهاوي أصلا، وقد تؤدي إلى انهيار القوة الشرائية للإيرانيين مع زيادة نسبة التضخم وتهاوي العملة. هذه الحقائق يدركها جيدا الشارع الإيراني الملتهب، فيلجأ الكثيرون لاستبدال ما لديهم من مال بالذهب أو شراء عملات أجنبية التي أصبحت نادرة بدورها في إيران. مرحلة جديدة ستدخلها إيران، عنوانها شارع ملتهب وعقوبات أمريكية قاسية، وهي عوامل ستجعل الدائرة تضيق أكثر على النظام الإيراني، ولم يعد يملك الكثير من الأوراق للعبها، سواء لمواجهة احتجاجات الداخل أو المساومة للحصول على دعم خارجي خاصة من أوروبا للتصدي للعقوبات الأمريكية.